إليسا في المونستير حدث مهم. البلاد اللي تعرفت لسنوات بكونها واحدة من أجمل الوجهات السياحية في الساحل التونسي محضرة روحها للجمهور ببرمجة متنوعة. المونستير 2019 الديك لطيفة العرفاوي لأول حفلة للنجمة اللبنانية في الملعب الأولمبي مصطفى بن جنات. تحذيرات كبيرة لتحويل الملعب لمسرح ضخم. جمهور إليسا كبير برشا، هذه حقيقة لمسناها من خلال كل حفلاتها في تونس، وتعتبر المونستير أقرب سهرة لسكان الشمال التونسي بحكم أنه الجولة من بعد باش تاخذها الجابس والقفصة. حماس كبير في المونستير، جمهور كبير كان حاضر من العشية، وخاصة لاحظنا وجود كبير للفان كلوب متاع الفنانة اللبنانية في المونستير. جيت إليسا خصيصا نستناو فيها عنا برشا، وجيتها عم ناول في بنزرت وتعدات سهرة اميزينك روعة، وسنة عاودنا جيناها وكل ما تمشي احنا نتبعوها ونحبوها برشا، احساسها وصوتها وكل شيء فيها نحبوه. انا فان إليسا وعم ناول حضرناها في بنزرت، وسنة ان شاء الله تعدى سهرية بيا في مستير. وي لاف يو إليسا. فان إليسا من 2010 ألبوم تصدق بمين، حضرت لها عم ناول في بنزرت، كانت حفلة عالمية. أنا وسام فان لإليسا من ليبيا، حضرتها السنة اللي فاتت لأول مرة في بنزرت، وتوا جاي باش نحضرها هنا في المنستير وبعدها في قفصة إن شاء الله في قابس. إليسا مجمع الناس دايما على الحب والسلام، وإن شاء الله ربي يهني البلاد العربية وتكون دايما مجتمعها الفرحة. إليسا شخصيتها مثيرة للجدل، ديما تظهر قدام الناس إنها مغرورة ولا متكبرة، أما هي لا، الحاجة هذيك أخذتها ولا تفدلك بها، ولا تقول لك إنه عادي أنا إليسا، إنه إتس أوكي، أي نجاح تعمله مش غريب أني إليسا. فالحاجة هذيك تعجبنا بطبيعة بخلاف صوتها وإحساسها، ذاك عالم آخر ما نحكيوش عليهم، أنا ما يغلبها حد في الإحساس. أني شايمة من سوسة، نحب إليسا برشا، فان عندي برشا، حضرت لها عم ناول في بنزرت، وسنة جيتها المستير، نحبها برشا برشا، وإن شاء الله تعدى سهرية حلوة. للصبح يالي وأمانة ما تمشي يا قمر الليل، يا محلى الليل ويا حبيبي. إليسا غايبة على تونس، هذه حقيقة. الحكاية بدأت على ما يبدو من تاريخ التصريح الشهير لأول وزير ثقافة بعد الثورة مهدي مبروك. عم ناول إليسا غنيت في بنزرت لأول مرة هي بعد 8 سنوات، وكانت ثاني حفلة بعد الأزمة الصحية متاعها. لكن خلينا نرجع ونقولوا أنه إليسا بعد الثورة عمرها ما عملت مسرح قرطاج، وكان عندها كانت تذكر مليح عتب على المنظمين في تونس صرحت به في مؤتمر مهرجان موازين. أنا كنت قبل الثورات العربية كنت داي إجي كتير على تونس، ضل بتونس مصر، إجي على المغرب كتير، تغير الكونسبت كتير يعني. بعد يمكن صار عندهم ما بعرف أنتوا أدرى، بس أنا بتمنى أعمل يعني كل جمعة حفلة بتونس مثل ما بتمنى أجي كل الوقت على المغرب. أوكي وصل صوتي. أوكي وزعلاني منكم هيك قولي لهم. السنة مدير مهرجان قرطاج مختار رصا يعمل تصريح يأكد رفضه صراحة لبرمجة إليسا في قرطاج، والسبب شخصي وذاتي. لا ما كنش ناوي بيها، ما تعجبنيش أخويا شخصي. أنا مدير مهرجان ما تعجبنيش إليسا ملكة الإحساس. ما يصير شنية ملكة الإحساس. أنا ما نحبش نتكلم في الناس، قلت ما تعجبنيش وكهو. إليسا ترد بعد أيام على تويتر وتكتب الناس بتروح وتجي، وإليسار تبقى ملكة قرطاج. إليسا صوت متميز، نعرف مسيرتها، نجاحاتها، نجاح الأعمال متاعها، ومعناها التدرج في المسيرة متاعها، وين تمشي تخلي أثر. هي فنانة معناها رومانسية، ملكة الإحساس، تختار كلماتها، عندها الجمهور متاعها. صحيح هي ماهيش أم كلثوم، ولكن الفنانين اللي جاوا الكرتاج وبرشا اللي جاوا الكرتاج مع احترامي ليهم ومش خير من إليسا. أنا نقدر الفنانين رانيا، وما نحبش لا نقول الفنان هذا برمجته ماخذت خاطر ولا هذا ما يسحق كذا، حتى كان فما حوايج صحيحة ما يلزمش تتقالي. أنا لازم نحترموا الفنانين هذوما، نحترموا مجهودهم، نحترموا الجمهور متاعهم. إليسا توصل للمسرح لكلها حماس، كرهبتها تدخل قريب من الركح لهنا باش تقابل جزء كبير من الجمهور اللي عبى مدارج ملعب مصطفى بن جنات في المونستير. أول غناية على المسرح كل اللي بيحبوني، فرقة موسيقية لبنانية. إليسا على المسرح، مسرح تعبى بالمعجبين، تستقبل الجمهور اللي حافظ ومتابع كلمات أغانيها بالحرف. وحشوني
إليسا كانت عودة الجمهور متاحة على تقديم الأغاني الخاصة بها وزاد أداء إعادات أما الفيروز ولا العبد الحليم وإلا الداليدا وخاصة الوردة الجزائرية. وحشوني 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 إليسا بأناقتها المعهودة حاولت تنوع ما بين القديم والجديد. اليوم الفنانة اللبنانية تتربع على رصيد أغاني ونجاحات تكون من 20 سنة، وتعتبر إليسا اليوم حسب شركة روتانا أكثر فنان عربي مبيعا في مجال الاسطوانات. إليسا قاعدة تتنقل ما بين الأغاني بسلاسة كبيرة، هي اللي لقت قدامها جمهور حافظ يعاون، شحنة نشاط وحماس متجدد خذتها من عند المحبين. قريب ساعتين مع نجاحات إليسا بتمون كرمالك عبالي حبيبي تعا وعكس اللي شايفينها سهرة كبيرة كانت سهرة من العمر في المنستير. إليسا عجبتني على الاخر خاصه غنيت الاغنيات اللي احنا نحبوهم ياسر كرمالك وعايشالك وكرهني كل شيء. ميرسي إليسا. تعدي السهريه ياسر حلوه تهبل على الاخر وألوس غنيت لنا الاغنيه اللي نحبوهم وميرسي ألوس عجبتنا برشا الحفله. سهريه عالميه بالحق يعني ان شاء الله ديما إليسا تجي هكا وان شاء الله ديما تجي لتونس وان شاء الله باش نحكوا عليها في جيبس وقفصه وقتها الواحد صوته بحاح وسهريه واو واو واو. سهرة إليسا فاتحت جولة تونسية بعد المنستير عن نجابس وقفصة في انتظار أنه يمكن صور حفلات كمان هكا تخلي إدارة قرطاج تغير موقفها من حفلات إليسا على مسرحها الروماني.